سلام لي زومبيسيو، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، الفيديو ان شاء الله غادي يكون متنوع وغادي نحاول نوريكم شويه شويه من الحاجه باش كومصا ما يجيكمش الفيديو ممل كما العاده. كنبارطاجي معكم فيديو ديال الفطور ديالي اليوم، كانت حريشه. المهم كل نهار وشنو كيكون فيه؟ بيان سور كنبداو بجميع ديال لي شامبر، التهويه ديالهم، كل حاجه كنرجعوها للموضع ديالها في الصباح. الا كان عندنا الحوايج كنطويوهم ونرجعوهم بلاكار. اهم حاجه بالنسبه لي هي انني الحاجه ما كنبغيش تبقى محطوطه دائما في بلاصه، كنحاول نوع. كل مره كنحط حاجه في شكل، كل مره كندير واخا غير نبدل الموبل، كل حاجه نهزها من القنت ونحطها في القنت. وكيف كنقول لكم كنحاول نديزانكومبري الماكسيموم الدار كامله. كيعجبني الحاجه تكون ايبوري، ولكن راكم عارفين اللي تيكون عندها كاع الوليدات مع الحوايج مع لي جوي مع هذا، واخا كتقيلي كتنقصي وكتقيلي كتجمعي، المهم كتحسي بشويه ديال الروينه. واخا كنبغي كل حاجه تكون محطوطه في الموضع ديالها. بالنسبه لهذا الغيدو كنتو بزاف سولتوني عليه، الثمن ديالو راه جد بسيط وكيدخل الضوء. ما كنبغيش انا الريدويات اللي ما تيدخلوش الضوء، كنبغي تكون الاضاءه كبيره. داكشي علاش كنبغي نسكن في ايطاج اللي تكون شويه عاليه. وهنا غادي ندوز معكم كيف سبق لي وقلت لكم بدلت شي حاجات في الكوزينه، كل مره نوريكم شويه. غنبدا باول حاجه واللي هي اصغر حاجه، هذه ديال الثومه، كنت خديتها من مرجان جو بونس لا مارك لا ماكوم، هذه كاينه بارتو صراحه، كانت صادقه وكانت زوينه. وهي هذيك الخطا اللي درت اني درتها في لافيسيل. اي حاجه ديال الالومنيوم الا درتوها في لافيسيل كتكحل، شوف اللون ديالها كيولا. خديت هذه من ايكيا، قلت غتكونش انوكسيدابل وهذا، ولكن والو، غسلتها غير بالماء، بداو خرجوا ليا فيها دي طاش بلونش. هذا حتى هو شريت له البديل ديالو، ولكن اليوم ما صورتوش ليكم. غادي نوريكم خديت وحده اخرى ديال الثومه، انا بقى مشكلتي غير مع ديال الثومه كنقلب العاده ديالها. بون، خديت بالنسبه لي سباتول هادو اللي تحرقوا واللي خسروا، خديت وحده اخرى. هادي بقينا الثمن ديالي شي 30 درهم. كنحاول صافي هادو كنزولهم، ولات عندي واحد العاده اي حاجه شريتها البديل ديالها صافي كنزولها، ما كنبقاش نخلي 3 4 ديال الحاجات هكا مجموعين عليا. حتى مثلا ديزاسيت، الا شريت غير ديزاسيت كنحيد وحدين اخرين يكونوا قدام، واخا يكونوا باقيين جداد ومقادين صافي تنزولهم، تنعطيهم صافي باش تبقى عندي حاجه وحده ما تبقاش عندي الروينه. وهذه هي اللي خديتها ديال الثومه، جيسبيغ ان لا كاليتي ديالها تكون مزيانه. صراحه مازال ما خدمتش بها، غير انا راكم عارفين اللي كنكون فابل قدام توسكيا كافيه نواغ، انا عندي هاد الرخامه نواغ، وعندي لي زيليكترو ميناجي ديال الكوزينه خصوصا الصغار كلهم فيهم نواغ، هاد السخان ديال الماء الكافيتيغ، هاد ديال الباتر. وهنا كنحاول نقادت شويه، وخديت اوسي هاد ليكونوم حتى هو فيه نواغ باش كيجيني داكشي كامل كيبقاو اسورتي. المهم انا وريتكم هادشي باقا ما قادتوش، ولكن هاي كنوريكم. بالنسبه لهادو ديال العطريه خصني حتى هما نزيد منهم، صراحه عندي كميه كبير. غير بان لكم بيزا تقول لي هادشي كامل، حيت دايره حتى لي غرين، بحال دابا مثلا ديال الزريعه اللي تنديرها في الخبز، الشامبينيون اللي تيكون هكا نواغ، الزلجله البيض، الزلجلان الاخر العادي. مهم كلشي دايره هكا في القريعات كيبقى منظم، وبما انهم ديال الزاج يعني تيبقى كلشي كيبان وكلشي هو هذاك. هنا اللقطه كتعاود ولكن معليش. مهم كل حاجه حطها في الموضع ديالها. والحاجه اللي كنخاف تغلط لي كندير واحد ليتيكات هنا، هاد المره حيدت المقالي بزاف، بغيت نوريكم هاد لي موبل، هاد ماشي موبل، هاد الغونجمون اللي تيجمع المقيلات كيجي رائع. وهنا غادي ندوزو للغدا ديالنا. بالنسبه للغدا درت بسطيله ديال الحوت ولكن بلا ورقه. الزوج الكريم ما تيبغيش بسطيله يكون فيها الورقه، تيقول لي راه كتزيدي علينا بحال هكذا. المهم كنحاول نصوبوها، كنحطو بحال شكل سلطه، وهي العماره تماما ديال 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 بسطيله الحوت، ناقصه غير الفرماج. صافي جات بنينه ولذيذه، غادي نحاول شي مره ان شاء الله نبارطاجيها معكم. اي حاجه عندها علاقه بالماكله ما بقيتش كنبغي نديرها بزاف، حيت كيجيو الفيديوهات طوال. هنا كنختار شي حاجه غادي نلبسها من الفوق، حيت غادي نخرج نمشي للبيم وغادي نديكم معايا. Thank you.
وهذه كانت هي التقضية ديالي. خديت البان دومي ديالهم كيعجبني بزاف، كيجني بنين، هو ابن واحد. وخديت الحليب ديالي اللي كناخذ لينايا سون ماتير غراس، والياغورت هو سون ماتير غراس سون سكر، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه حتى شي اضافات. كنحاول ناخذ مؤخرا في العشاء صافي، وكنحبس الماكله مع 6 ديال العشاء. مني جيت عيط لي الليفر ديال جوميا، توصلت بواحد لو كولي جديد هنا. كنحاول بارطاجي معكم، المهم توصلت بزاف ديال الحاجات، ولكن غادي نبارطاجي معكم جوست هاد السيرفيت. تصرت مؤخرا خديت لي زانفون بزاف ديال لي سيرفيت من عندهم، بزاف ديال لي تروك من عندهم، وبصراحه صدقوا زوينين. كناخذهم من عند وقيله سطور ديال بن يحيى، كيطلعوا زوينين. سي فري كو كاينين شي حاجات لي زايده في الثمن باربور لبرا، ولكن اللي كيعجبني في جوميا هي دغيا كيوصلك لي. كوكو مي زامو، وهذه هي السيرفيت اللي خديتها. نتوما كتشوفوا لا كاليتي ديالها، حنا غيبان لكم السلام باسكو كنغنبدل لي غيدو ديال الصالون. بون هذه هي لا كاليتي ديالها، كاليتي ديالها جد 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 عاليه. عارف جاتني 130 درهم غاليه عليها. المهم اللوين صراحة زويون. خديت اون تاي دو بلوس على لي بيجاما اللي كناخذ، وجاتني انا قلت زعما غادي ناخذ دو تاي كبار. خديت دوبل اكس ال باش تجيني، ما تجيني كبيره، كتكون اوفر سايز، لان ما بقاوش كيلبسوا لي سيرفيت مزيرين. من الفوق جاتني عاديه، ولكن من التحت لبستها جاتني عادي، ولكن ما ماشي داك الشكل اللي بغيت انا، اللي ساتيسفيت ولا ماشي ساتيسفيت، ما عادي. المهم عادي ديال الدار ولا تخرجوا ديروا بها لا على مرش حداكم وصافي. ثاني حاجه خديت، المهم خديت بزاف الحاجات ولكن ما نقدرش نبارطاجي معكم، لان خديت بزاف ديال بالنسبه للسيدات هكا اللي تيبغوا سابوج. ملتي حدي لاكرو كيحق على لي كرو كاينين هنا في شمتي. بون خديت خديت واحد الغوجا لي واحد اخر ديال اسانس. بالنسبه لهذا اللي دايره دابا، راه غادي ندير لكم اون فيديو على لا كوليكسيون ديال الغوجا لي، غير مازال صراحه ما كتبش. بون هذا ديال اسانس خديتو الريفيرونس 07، ولكن ما صدقش لا كولور اللي بغيت. ابارمون لا كولور اللي خديت ماشي هي هادي. فوالا غنحاول نسواتجي لكم ونعاود نرجع نوريه لكم. وبالنسبه للغوجا ليف انا سواتشيتو ليكم، ها هو داكشي فوالا انا سواتشيتو ليكم. وبيان سور طبعت السيرفيت ديالي، سميت السيرفيت كيف كتشوفوا هي جات مزيره صراحه. ما وكيبقى هذا هو الشرا ديال جوميا ولا اون جينيرال سيغ انترنيت، مره كتصيب مره ما كتصيبش. دونك فوالا كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وتكونوا شفتوا معايا شي حاجه جديده. بالنسبه للغوجا ليفغ اللي دايره دابا ديال باستيل، كنت خديته من بيم، كيدير تقريبا 50 درهم. طرح لي كولور ديالو زوينين. هذه انا كنت باغاها غوز، ولكن طلع موف، مي لا كولور ديالها رائعه، والحاجه اللي فيه زوينه انه سون ترانسفير. فوالا كانت معكم ايمان لاماما اوبيسي. جيسبر ان الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تكونوا شفتوا معايا شي حاجه جديده. خليتكم في رحمه الله، تلاقاو فيديو احسن من هذه. تشاو تشاو.